السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام. نحييكم في برنامجكم الأسبوعي برنامج سهيل، هذا البرنامج الذي يأتي تزامنا مع فصل الشتاء لننقل لكم أجمل اللحظات من أمطار وكذلك من رحلات وأيضا من فعاليات دائما ما تكون مصاحبة لهذا الفصل. فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام، كما يسرني أيضا أن أرحب بضيوفي في هذه الحلقة، بداية مع الشاعر والإعلامي القدير علي بن رحمة. حياك الله يا أبو محمد. الله يبقيك، وسعداء بتواجدك. الله يطول عمرك أبو ثامر. يا مرحبا ومسهلا. أسلم. أيضا يستمر الترحيب مشاهدينا بالشاعر وكذلك الإعلامي راشد بن جليميد. سعداء براشد الله يحييك. يا مرحبا بكم، أسهل الله يحييك أبو ثامر وأخواننا الموجودين. يا مرحبا ومسهلا يا راشد. وأيضا يستمر الترحيب مشاهدينا ومستمعينا الكرام بالصقار عبد العزيز العلي. سعداء أيضا بتواجدك يا عبد العزيز. الله يرحب بك. يا مرحبا ومسهلا. الله يرحب بك. الله يرحب بك ويسلمك. وأيضا الترحيب يستمر مشاهدينا بمشرف بطولة رأس لفان سالم ابن خجيم، أحد الوجوه اللي دائما وأبدا ما يقدم لهذا الموروث، موروث الآباء والأجداد الكثير والكثير. حياك الله يا سالم، وأيضا سعداء بتواجدك. الله يحييك، وأنا أسعد بعد بحضوري وأشكركم على البرنامج هذا. ولو واجبنا، وحنا أيضا نشكركم على كل ما تقدمون الحقيقة في خدمة هذا الموروث، وأيضا نبارك لكم أمطار الخير والبركة التي هطلت على البلاد، نسأل الله عز وجل أن ينفع بها البلاد وكذلك العباد. أبو محمد، وشون شفت الحياة؟ الله يطول عمرك إن شاء الله. عمرك ما يقصر إن شاء الله. طال عمرك، هذا طال عمرك مثل ما ذكرنا لازمنا في الوشبي. نعم، الحمد لله رب العالمين. أمطار أمس على الشمال والشمال الغربي وقبلة. صحيح، الأمطار مستمرة والأمطار طيبة الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد. وإن شاء الله الله يزيد الخير. أنا خبرك جنوب، ما أدري شديت ولا عادك جنوب. لا والله عادني جنوب، وجانا يعني شد الوطي، لكن يرزقنا الله إن شاء الله. اللهم أمين. الأمطار كانت علوة جاء في بداية شمال. جاء في البداية. أي في البداية جاكم أمطار. جانا أي في قلايد الوشمي جاء. صحيح. أي هما في الوشمي التالي والله جانا. هم ليه يسمونها قلايد الوشمي يا أبو محمد؟ لأنها قبل دخول الوشمي، ما بعد دخل الوشمي. سبحان الله. أي ما بعد دخل الوشمي. ما بعد دخل الوشمي. أي في يسمونها يعني قلايد الوسمي. وسمي مبكر، بعض العرب يسمونها الوسمي مبكر. الوسمي المبكر. المبكر. أيوه. وبعض العرب يسمونها قلايد وسمي. قلايد وسمي. أيوه. يعني. ما بعد دخل الوسم، أمطار قبل دخول الوسم. ما شاء الله. يعني بأسبوع بثمانية أيام قبل دخول الوسم. الوسمي لحد 15-12 على ما أعتقد. 52 ليل. 52 ليل. 52 ليل. أيوه. نعم. الله ينفع به يا رب، الله ينفع به. طيب خلونا نشوف مشاهدينا الكرام أمطار الخير والبركة اللي هطلت على الدوحة، نشوف الأمطار وهذه الأجواء. كاميرا قناة الريان كانت متواجدة لتنقل لكم هذه المناظر الجميلة في هذا الموسم أيضا بإذن الله الجميل. من الرحمة اللي ساقها الله صباح اليوم على ديرة توشح الجد بكاهلها، تقول الغمام يطيح فوق الثرى ويقوم، تقول الفيف الجرد المعانقه والها تزفه مناشيه من شو القيض مدهلها، وتستمطر ذود شو القيض مدهلها، تخمر على شوفة سحابه طيور الحوم، وتبسط لها سما النساني سناملها، تردد السحب في جنبه المردوم، تردد
سلاح بخدات تراب وشوم سقاها بديمه لين زمت مناهلها. إذا مشاهدينا الكرام تابعنا أمطار الخير على الدوحة، كانت الأمطار الحقيقة قوية فيما يخص الأمطار اللي جات على الدوحة وكذلك الأمطار اللي جات شمال وأيضا جنوب. أبو محمد يقول إيه تصورون أمطار اللي على البحر؟ إحنا أبو محمد نصور لك أمطار الدوحة وننقل لك بعد للشمال ونصور لك الجنوب، ما نخلي ولا مكان لما نصور لك. ركز على الجنوب. أنا إلا شفت شيء اللي ما يناسبني. نعم. شيء يعني الماء. الحين جايبين إن أخبار المطر صحيح، ونبغى نشوف السيول المسلمين يبغون يشوفون السيول. إيه المشاهدين يبغون يشوفون السيل، مجرى السيل في البر ينعش، أما تروح تصور لي البحر؟ ما صورنا البحر. أنا شبعان. أنت ليش ركزت على البحر ولا ركزت على الصور الغيم والنو والجنوف؟ يا ولد العرب ما يشوفون. وصورنا لك الأمطار اللي في الدوحة. العرب ما يشوفون، الجنوف موجود في كل مكان، لكن البحر وش جابه للجنوب؟ الجنوب ما تشوفه. العرب يبغون يشوفون البر. انا عارف يبغون يشوفون البر، يبغون يشوفون. ابشر بالخير، احنا الحلقات الماضيه ما صورنا لك الريضان شفتها والسيل. قول لا اله الا الله. اي الحلقه الماضيه ما شفت الهجال وما شفناها، نبغى نشوف الجديد امس. طيب ابشر بالجديد، كان امطار جديده. ابشر بالجديد، والله يزيدها. ابشر بالجديد، انت بس تبي الجديد. ودنا الجديد موجود. العود على وركله. لا إذا اسمع، إذا الرمح على ورك، لا لا إذا الرمح على وركس ده من أول حلقة وحنا نصور لك، ما خلنا من المكان مصور لك شمال وجنوب. الليلة ترويت. أبشر بالعوض. عطونا تقرير محمية الوسيل. أي يا سحاب النشاب الخير وامطر، يا سحاب ما شاء الله تبارك الرحمن. شفنا أمطار الخير على الدوحة وكذلك أيضا على المناطق الشمالية وأيضا المناطق الجنوبية. هذا التقرير ممتاز الله. لا ما في كلام. أيه. نعم. عن طير بر يا أبو محمد. صحيح. والله طير بر. ما شاء الله. والمطر طال عمرك حالاته مع المناظر البرية. صحيح. والله تشوف السيل. بس أبشرك إنهم يفرحون بهل المدينة وهل البر. كلنا يفرح. الحمد لله. أي والله. كلنا يفرح. نعمة شاملة. أنا أشهد أنها شاملة. بخديم شلون شفت أجواء المطار والحياة على الدوحة في بداية الوسمي؟ اللهم لك الحمد، الله يغيث العباد والمسلمين إن شاء الله. اللهم آمين. الوسم اللهم لك الحمد، السنة مطر قوي والمطر شبه عام، شبه صحيح. عام على 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 قطر.
مطر زين، وإن شاء الله إن شاء الله إنه إن كانه جاه ولي بإذن الله السنة تلقطون فقع لين تشبعون إن شاء الله بإذن الله تربع القاع بإذن الله. طبعاً الأمر هذا بعد يفرح الصقارين يا عبد العزيز. صحيح، ودائما شمال كلنا يدور لا يتحرى المطر ويتحرى، حتى لو جاك المطر والغيم كثر الصيد. يعني باليوم جاء المطر والبراق وذي تحرت الناس الصيد، ثاني يوم الجهاز ما عاد وقف الصبح ما شاء الله، كلهن يقول عندي حباره وما ادري من معي الا حباري ثنتين ما شاء الله توفقوا. واليوم والله في ذكر بعد وذكر واجد ما شاء الله، ذكر حباري سنه خير. و وين شمال ولا اكثرها؟ شوف شمال، حتى جنوب عينه وقبله عينه القيعان اكثرها السنه، يعني سنه خير ان شاء الله. قمره 11 معروفه، لبيك بيت حاج قمره 11 معروفه عند الصقاقير ما شاء الله. ايش معنى اقوى لفوه تجيك في قمره 11؟ سبحان الله، هذا من كل عام لكن عقبونا. ليه؟ ودا ياخرون المسابقات شوي ويخلونا نقنص شوي عقب نعود على المسابقات. اي بس هذا وقت المسابقات. صحيح، مع بدايه الشتاء وبدايه الوسمي دائما ما تكون مع المسابقات، وخصوصا في مسابقات جديده. صحيح، هو ادرى راعي المقناص غير عن راعي المسابقه، هذه ترتيبها غير وهذه ترتيبها غير ما شاء الله. راعي المسابقه ما هو راعي المقناص، انا اشهد اي والله لحاتي. راعي المسابقه ما هو براعي المقناص، لان هذا ترتيبها 180 درجه يختلف عن الاستعداد كامل. نعم نعم، تحضير يعني راعي المسابقه يشيل باله من المقناص، انا اشهد يختار يعني المقناص المسابقه يرتبط في برنامج وفي ترتيب أكيد. وفي اعداد وفي استعداد. نعم. كلها وهو ادرى، عبد العزيز ادرى. والله انا ما اقدر صراحه. ما تقدر انك تجمع بين التنتين؟ لا والله انا اجمع بين صراحه بين لانه فريق وبين لا لا يعني كمشارك ولا انا اجمع الحين في قطر. اي انا اجمع صراحه، يجمع لانه فريق ولا عندي مشكله. لا حتى على الفرد، اول شيء انا الله يسلمك انت تدرب طيورك الصبح لا خلاص منها. اي قلت حق له بيعودون بالطيور وبيحطونها في محلها واحرق قانص انا من عندي ما شاء الله. اي والله اعود الظهر على وقت دعوها وادعيها على قمتي من فجر لين احط راسي واقوم من فجر. هذا سنعي صار لي 3 أيام 4 أيام من يوم صار الذكر ما شاء الله، وحنا بدشي وياهم ما شاء الله. الله يوفقكم ان شاء الله، الله يوفقكم. علومك مع الطيور يا ابن جليميت؟ علومي طيبة مع الربع ونشاهدهم. أخوي أبو خجيم قبل يقول أقوى لفوة شهر 11 جت أقوى لفوة شهر 11 وشمال، الهواء شمال وشهر 11 يعني اللفوة ما شاء الله تبارك الله. كل ما كلمت أحد من الربع اللي هو صايد ولا هاد ولا يعني جت حبارة قوية، حتى الطيور طيور الطرح اللي تروحها الربع جت. الطيور من وين تجي يا راشد؟ تعبر شيء من يجينا من إيران، أكثرها من إيران، أكثر العبور يجينا من شرق، وعاد إخواني يمكن أبخص في الموضوع. عبورها دوم يجينا من على قطار من إيران. إيران والطير إيران طيب. باقي دول ما يجي منها شيء؟ دوم طير اللي يجيك من على قطار دوم من إيران. دائما. إيه دائما. بس هو الطير. وأكثر ما يطرح في قطار الشاهين. الشاهين مش تقول يا سالم؟ اللي حن ينطرح في قطر هذا الكالدس، الكالدس سيبيريا. وين من سيبيريا يحول على لا وش اسمه انا يعني ما افهم في الطيور، لكن الاسم هذا الكالدس. الكالدس هذا اسم العلمي كالدس. عجيب. هذا شاهيننا اللي ينطرح واللي نصقره. في فرق بين الكالدس، هو تقريبا يمكن 21 نوع من الشواهين. عجيب. 21 في العالم ما شاء الله. نعم. لا يعني انواعها كلها 21 تقريبا 21. والله انا عندي اختلاف شوي. طيب خلنا نشوف بس سالم تقول 21 هي صحيح صح؟ نعم. انت تأيد الراي ابن جليميد؟ انا والله ما ادري في الامور يعني العلميه. نعم؟ ما ادري. لا خل المسمى العلمي. لا هو يقول 21 نوع للشاهين ما ادري هذه المعلومه. انا الحقيقه اكيد انها علميه يعني وعنده وما قالها الا متاكد منها، لكن انا ما عندي معرفه بالشيء ذا. ما عندي والله اعرف الطيور. طيب. الاوله حر شاهين بس وجاتنا الجياره تالي لكن 21 نوع لا هذه عندها الاختصاص. نعم. ما نقدر عندك معلومه يا ابو محمد؟ انا لا تنشدني. عن ويش؟ انا ابو خجيم هو اللي يكفي عني. ما يضل وجه ابو ايه؟ ابو خجيم يسد اللزوم، لكن احنا بعد نبيك عطنا علوم. ما عنديش معلوم الطيور
انا بس سؤال على ابو خجيم. لا لا يعني الطيور نهائيا يا ابو محمد اللي قال ابو خجيم ان انا معه مره. طيب ابي اشوف عبد العزيز وش الاختلاف عندك. انا والله اشوف الاسم العلمي اللي قاله صحيح ابو خجيم، لكن انا اللي عندي حن شاهين اللي نعرفه، مسميات دي انا ما لي منها. انا شاهين اللي اعرفه، الشاهين اللي جينا سواء من ايران ولا من باكستان ولا من مصر ولا هذا الشهيد كلها كالدس. الباقي كلها كالدس. هاي مسميات لجانب، حن مسمانا شاهين. لا لا انا بتكلم على هذا الاسم. لا انا صار من سويت بحث في الموضوع هذا. في بحث في جمعيه القناص موجود، وفي كتب وفي كل شيء موجود ما شاء الله. صحيح مسميات علميه في مكتبه في جمعيه القناص، ممكن اي واحد يجيها وايد تقريبا واكثر بعد. زين تصنيف الشاهين يمكن وايد، يعني في أسامي وايد وفي مناطق كثيرة يعني. طيب الحر له رقم يا سالم؟ يعني لها أعداد، لها أنواع مثل الشاهين ولا لا؟ لا لا لا، يعني يمكن الحر 4 أو 5 أنواع. أنواع؟ نعم. طيب خلونا نطلع فاصل مشاهدينا ومستمعينا الكرام، وبعدين نرجع نكمل حديثنا عن الطيور وعن موسم الشتاء. حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل. الحقيقة دار بيني وبين أبو محمد نقاش، أقول له ما نقلت الطير، قال نقلت، قلت حر بس مبطي مبطي مبطي. إي سنة كم؟ مبطي ولا وش ولا ما أدري يا ولد، يعني ما طولت رحت إيه؟ من قناص مرتي واحدة. وين قنصت؟ وعوت. وين قنصت؟ يعني في الحدود الجنوبية. ما شاء الله، وش صيدك؟ إي صيدنا منوع. مثل اللي حن قنصنا له طال عمرك الحباري، والله رزقنا ما شاء الله تبارك الرحمن. نعم، ومعنا رياجيل طال عمرك يعني هالطيور. وانا كنت يعني ادناهم في المعرفه. لا بس انت كان اول ابو محمد ايه؟ كان ميولك للشعر والادب، وكان للرمعات وللغاز. هذه لها ناحيه ودي لها ناحيه، هذه هوايه المقناص. زين وكنا نقرص قبل المسابقات التاليه. لا بس التاليه يا ليتني لحقت على المسابقات. لا بس حتى الغاز هوايه. لا شعر موهبه، لكن الغاز هوايه. طيب ما في مانع انك تجمعها كلها. انا معك صحيح، في مانع؟ بس انا اقول لا ابدا، ما قلت لك في مانع يا محمد. ما في مانع، بس انا اقول لك انك انت نقلت الطير. انا اعرف اللي ينقل الطير يتولع فيه على طول خلاص. يحصل لك ظروف طال عمرك ولا مشاغل ثانيه ولا دراسه. ذيك الايام كان عندي بعثات. وين برا؟ دراسه. هي الله يوفقك. الله يطول عمرك يا رب. راشد انت بترجع ولا ما انت براجع؟ ان شاء الله. لا سالم ما اقدر. لا مو بالرحمه، راشد بن جليميد بلا ترك الطير. ما راعي الطير ما يترك. راعي الطير يعود عليه له 20 سنة. طيب يعود. هذا الرجال نقل الطير وتركه. شوف ما طولت معه. ما طولت معه يعني في وقت ما ومدة بسيطة، لكن اللي يصقر الطير صحيح ويتولع ما عاد يقدر. لو يهم له 20 سنة يعود عليه. والله كلامك صحيح. هو والبر. لا صحيح كلامك صحيح. حتى صح. لو ما نقلت الطير، أشوف تطير على يد أحد ولا حد من إخوانك ولا ربعك معك، تألنك عنده وتقلبه وتشوفه تنشد من حلومه حتى لو ما عندك طير، لأن صحيح. ولعت الطير صحيح ولع. يعني كلام أبو خجيم والله صحيح، ما يحتاج. صحيح اللي تولع في الطير ما عاد يخليه. طيب نشوف الناس اللي تخاطر أي وتروح الدول دي كلها عسبة أنه الطير ويصيده. سبحان الله، يعني شوف ولع الطير شلون يسافر وتكاليف يغامر بنفسه. يغامر بنفسه مغامرة كلها في محبة الطير. صحيح في مقولة الشيبان وبيعني عليها أبو محمد اللي يقول لا أو لا ولع مثل ولع البل، وعقبه ولع الطير وعقبه ولع الله يكرمك السلك صيد بس. أقوى ولع والله يمكن الطير في المقدمة. صادق الطير ولع والله صقر وراعي طير. البل نعم أقوى ولع الناقة. الناقة تموت عند رعيها ما عقبها، يقولون ولع الطير عقبها ولع سلقة. هو الترتيب الصح. صحيح أنا وافق معك مع الترتيب. هذا كلام الشيبان اللي أنا لحقت عليه. صح صح، احنا في عصر الشباب. البل صحيح، والطير اللي أنا شفته الحقيقة أنه من تولع في الطير ما عاد يقدر يخليه.
مرة أنا أعرف لي ربع هالبل وهالطير، لكن يوم ذي عودوا على الطير هم الألبل. سبحان الله. إيه والله عجيب. من أول طيب. العرب والشيبان الأول صقروا مع أبله. ما في كلام. طيره معه عند حلال. صحيح. ومتولع في ذي وذي ويحب ذي وذي. لا غدا طيره مرض. صحيح. ولا ضاعت مطيته نفس الشيء. فعنده الهوايتين وجامعها. لأن الوقت منا يعني معطيه على كيفه. صحيح. الصيد واجد حلال عنده وفي بر. ما شاء الله. وطيره يقرنسه في بيت الشعر عنده، مو مثل هذا الحين الطرشه يقيضه في طرف البيت. في طرف البيت. يرش له ماء. في طرف البيت. ولا جل بدل الموسم اللي قده صاف في الريشه. الله. وقنص وهو عند حلال يعني مستانس، جامع الهوايتين ومستانس. ما شاء الله تبارك الله. انا الحقيقه ان اشوف عباره الصقار في طيره واستعداده وتحضيره متعب للموسم متعب متعب، لكن يدري انه يحب الطير. اي بالله. من الشغل ومن التركيب. صحيح. الله يوفقهم ان شاء الله ويرزقهم ان شاء الله بالصيد الطيب. خلونا ايضا فيه في موسم الشتاء دائما يكون في تحضيرات وبطولات، ومن ضمن هذه البطوله هناك بطوله راس لفان تحت جمعيه القناص. لكن قبل ما نتكلم على البطوله خلونا نتكلم على التحضيرات والاستعداد للبطوله من خلال هذا التقرير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متواجدين اليوم عند شباب يجهزون حق المسابقة بطولة رأس لفان. رأس لفان مميزة فيها شوطين لهم صقر صغير وصقر واعد، وجايين عند شباب اليوم هم اللي بيشاركون في الصقر واعد مميزين، ونشوف تدريباتهم وتجهيزاتهم في البطولة، وهو الجيل الصاعد للمسابقات الأكبر. ما شاء الله اليوم وصلي متأخر، تقولي نجهز احنا كل يوم بدري رايحين عندنا دراسة. ايه. لازم ندرس عقب في وقت حق الدعوة. يعني عندكم اهم شيء دراستكم. اي اهم شيء. ودعوة تدعون مسيان. اي مسيان في وقت. كم طير تدعون كل يوم؟ 5-6 بس. مرحبا يوسف. مرحبا. شلونك؟ الله يسلمك. ساك طيب؟ الله يسلمك. ما شاء الله شوف تجهيزاتكم تجهيزات محترفين. اي نعم نحن مهتمين في تجهيز السنة. كم طير عندكم انتو تميم والربع؟ والله عندنا حوالي 10 طيور 11 طير، كل يوم ندعيها عقب ما نخلص دراساتنا وكل شيء نجي هني الشمال ندعي للطيور نستانس. وشو الفئة الأكثر عندكم فيها؟ والله عندنا فئة الحرار والتبوع. وشو تقولون في المسابقات اللي افتحوا لكم اللي هو شوط صقر الواعد؟ والله ما قصروا السنة، افتحوا صقر الواعد في أغلب المسابقات، ما قصروا جمعية القناص. يعطيكم العافيه تميم. عافيك. انت ويوسف اشوفكم تتشاورون على التبع يوم هديتوه. اي نعم نتشاور، الطير في صف اخر شيء وان شاء الله بتروح. زين وشو الحل علاج الطير اللي يصف اخر شيء؟ ان كانك تدعي بحمامه ميته ولا تلواعد اب حمامه حيه وخلصه بيرجع ورا. ما يصف عقب. اي والله ان لك طريقه ان تدعي من بعيد لو وصل نص المسافة فرط للحمام. زين تميم، أنتوا الحين تشاركون وعندكم طيور 10 أو 8 طيور، تسولف لي عن تجهيزات الطيور. للحين ما طيرنا لها طيارة لأن الحين الجو حر ونبي الطيور إحنا حق مرمي. وكم مسابقة لكم في الموسم؟ في حول 5-6 مسابقات. 5؟ إيه نعم. يوسف شو تقول؟ يعني أنت مع تميم أكثر شيء، في تحدي بينكم ولا ما في تحدي؟ لا والله ما في تحدي، كلنا فريق واحد أشوال السمسمة وإن شاء الله الوعد. أنتم فريقكم أشوال السمسمة. إي نعم. وتجهيزاتكم حق بطولة رأس لفان جاهزين؟ جاهزين إحنا. إن شاء الله أشوفكم في المراكز الأولى. أبشر أبشر بالمراكز. إن شاء الله. يلا موفقين. ما
ما شاء الله تبارك الرحمن، شفنا التحضيرات والاستعدادات للبطولة اللي تقام في رأس لفان، وتوقع أنها لأول مرة يا سالم. بيك؟ البطولة أول مرة. البطولة هذه مستعدتها وأول مرة. حلو. طبعاً الهدف مثل ما شفنا الشباب الصغار ما شاء الله تبارك الرحمن شلون يتعلمون على نقل الطير وعلى الهدد، هذا أمر إيجابي والله. أكيد، وهذا أكثر ما نهتم فيه إحنا في النشأ هذا، لأن هذا الموروث نبغي نزرعه أو نغرسه في النشأ، لأنه مثل ما إحنا خذناه من أبائنا نبغي نزرعه في عيالنا. ما شاء الله تبارك، عشان يصير استمرارية وما يضيع. هذا موروث، صحيح، موروث شعبي، موروث أبائنا وأجدادنا وتاريخنا، فلازم نزرعه في النشأ. صحيح، صدقت. وشفنا ما شاء الله يعني مستعدين عبد العزيز وعندهم حماس، يعني يقول أنا أخلص المدرسة وبعدين أجي في العصر، يعني لاحق على الهدد وعلى الدعو وعلى. صحيح، هذا الشيء إيجابي، إيجابي، وينطبع بعد على الأبو كشخص شلون يوجه ولده وشلون ينظم الوقت بعد. الوقت له في دراسته، في جيته من المدرسة، رغبة في الدراسة ورغبة في شيء اللي يفيده، يبعده من الأمور الثانية، يوجه توجيه. بكرة حتى الولد يتعلم، بكرة سنع أخوياه والبر ونقل الطير ويروح والمجلس، كل شيء. صحيح، صحيح، كل شيء، ولا ذا المجمعات. شيء ثاني، الشيء اللي سوى يعني الله يبيض وجيههم رأس لفان السنة، يعني داعم للمتسابقين كلهم، عطت فرصة حتى حق العيال الصغار. ما شاء الله، يعني شيء إيجابي وشيء. وهذا الحقيقة يعني هذا الحقيقة الأمر يشكرون عليه، على هذا الدعم المستمر لمثل هذه الرياضة ومثل هذا الموروث أيضا، ونقل الطير ويعني العادات الجميلة. ما في كلام، ما في كلام يا أبو عدام، ما في كلام. يعني هذه طال عمرك ربط الشباب التالي بين الجيل الأول، تراث أباهم وأجدادهم، ومثل ما قال أخوي أبو خجيم بالنسبة للشباب، يعني إبعادهم عن الأشياء اللي تضرهم وهواية طيبة. أنا أشهد. وشوف كلام الولد يوم سوى معه مقابلة المذيع، كيف يتكلم جاسم الكعبي، جاسم، الله يمسيه بالخير، شوف كيف الولد تكلم ورده. ولو عنده رجال كبير قلت يمكنه يلقنه الرجال الكبير، لكن كلامه كلام رجال صقار. ما شاء الله، ما شاء الله، هو يعرف كيف متى يهدد الطير ومتى. نعم. وقال الجو حار ما شاء الله، عنده خبره. صحيح، وذكر بعد يا راشد انه ينظم وقته بين الدراسه وبين. صحيح، هذا قادره طيبه انه منتبه لدراسته ويمارس هوايته باريحيه. ويعني ومثل ما ذكروا اخواني، الاباء هم اللي ينظمون الوقت لعيالهم. صحيح، أهم شيء الدراسة هذا في المقام الأول، بعدين الهواية. صحيح، وما دام في مسابقة يشكرون الأخوان في جمعية القناص ولفان على يعني على عمل هذه المسابقة وهذه البطولة للنش، فما في مشكلة أنهم يشاركون. والوقت الحالي تقريبا ما في اختبارات ولا في امتحانات، فما في مشكلة. إيه، لكنها على الأبواب يا راشد. نعم. يعني بعد حنا ما ننسى نحن نهيئ أولادنا الاختبارات ممكن من نهاية شهر 11 أو. صح. بالأكيد أن نهاية شهر 11 ننسق مثل ما قال راشد وننظم الوقت بين الدراسة وكذلك بين الهواية. طيب خلونا نشوف تقرير عن بطولة رأس لفان اللي تحت مظلة جمعية القناص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متواجدين اليوم في بطولة رأس لفان، نشكر رأس لفان على دعمهم هالموروث، ونشكر جمعية القناص اللي تنظم هذه البطولة. هذه البطولة تختلف عن بطولة صفري، هذه البطولة فيها شوطين إضافية جديدة، فيها صقار صغير وصقار الواعد. خلونا نشوف معاكم. مرحبا.
مرحبا اخوي ابو سعيد، الله يعطيكم العافيه وبيض الله وجيهكم. ودنا نتكلم عن بطوله راس لفان هذه، انا جديد انا اتوقع هذه البطوله، ودنا نتكلم عنها اكثر بالتفصيل. يا اهلا ويا مرحبا فيكم. طبعا نشكر قناه الريان على حضورهم موقع طبعا البطوله هذه. طبعا بطوله راس لفان اللي طبعا ينظمها برنامج راس لفان التواصل الاجتماعي، البطوله الثانيه اللي تنظمها جمعيه القناص القطريه طبعا هني في الخور بالقراريس الموقع، والحمد لله هناك اقبال كبير من المشاركين في هذه البطوله. وش الفئات الموجوده فيها؟ وانا اشوف من الكشف اللي هو فيها صقر واعد وصقر صغير. طبعا الحمد لله هاي بطوله راس لفان هي البطوله الثانيه من هذا الموسم، بطوله زاد فيها عدد المشاركين، بطوله نظمنا فيها مسابقات الدعو، هي طبعا هي خاصه في الدعو سواء كان الدعو حق الكبار، عندنا مسابقات الصقار الواعد اللي من عمر 11 سنه الى 15 سنه، وعندنا مسابقات الصقار الصغير اللي من 6 سنوات الى 10 سنوات. طبعا هذه في لجنه التحكيم، وهذه اسئلتهم تكون عن الطير، عن طبعا ادوات الطير، عن اعمار الطير، عن ريش الطير، عن طبعا كل ما يخص الطير، اسئله شفهيه قدام طبعا اللجنه يقدمها، طبعا يسال عنها الصقار الصغير ويجاوب عليها، وهناك درجات تنحط حق الصقار الصغير، وما شاء الله هذه طبعا نزرع فيهم حب طبعا الصقاره وهذا الموروث اللي توارثنا عن الاباء والاجداد. هل الصقار الواعد المسافه نفس الكبار اللي هي 400 متر ام تختلف المسافات؟ لا طبعا الصقار الواعد هناك في شروط حاطينها عشان يكون يعني منتظم من البدايه، مسافه السنسر مسافه السباق 200 متر قريبه لهم، الاشواط طبعا مختلفه، هناك حطينا نوعين من انواع الطيور، الفئه رقم 1 فئه رقم 2، فيها التبوع الشواهين وفيها هناك القراميش، وعندنا بعدين نخصصنا حق الشخص الواحد له طيرين فقط، يعني مثلا يا بيدخل عنده طيرين يدخلهم في التبوع في فئة التبوع، أو عنده طيرين بدخلهم في فئة القراميش، أو عنده طيرين واحد يعني عنده تبع وعنده قرموشة راح يفصلهم، هذا طبعا الخيار له، المهم أنه له طيرين عشان نعطي فرصة للكثير من الأسماء الثانية والجديدة تطلع في هذه المسابقة. وشو الأشياء الجديدة السنة في البطولات اللي عندكم في الميدان من نظام سنسار؟ هل السنسار ما في أي عطل صادفكم في هالبطولات اللي صارت الحين؟ طبعاً الحين صار لنا 9 سنوات على السنسار، الحمد لله كل سنة نشوف مثلاً الأخطاء أو نشوف الأشياء اللي تعيق المسابق ولا تعيقنا إحنا كفنيين انتفادها، الحمد لله هذه السنة عندنا الكاميرات الفوتو فينش، لو السنسار ما لقط الطير عندنا الفوتو فينش تلقط الطير، يعني الحمد لله ما في هناك إعادة إلا نسبة طبعاً ما تذكر، يمكن 1% اللي كان مثلاً السنسر في البداية مصادة، خلل فني في بداية السنسر في الستارت، هذه الأمور الثانية البسيطة، أما باقي الأمور الحمد لله في عد تنازلي دقيقة، فيها طبعا الشاشة تكون واضحة قدام المتسابقين يشوفونها، يشوفون أرقامهم تيمات اللي عندهم، الحمد لله الفنيين صاروا يعني متقنين هذه العملية بأكمل وجه، والله يوفقنا إن شاء الله ويوفق الجميع. الله يجزيك خير ويعطيك العافية. جزاك الله يسلمك. شاهدنا هذا التقرير مشاهدينا الكرام عن بطولة رأس لفان، وكذلك أو تحت مظلة جمعية القناص، نقول الله يعطيهم العافية والله يقويهم. أبعد معك البطولات، بس أول بطولة كانت الصفري، بعدها رأس لفان، وبعدها القناص صح؟ القناص، وبعدين اليوم الوطني، اليوم الوطني، والختام مهرجان مرمي، مهرجان مرمي، وبعد عندنا بطولة القلايل جاية. خلونا ننتقل إلى هذا الفاصل مشاهدينا، وبعدين نرجع نكمل حديثنا. حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل، وكذلك بعد ما عرضنا لكم تقرير أو الاستعداد وتقرير بطولة رأس لفان اللي تحت مظلة جمعية القناص، خلنا نتكلم عن البطولة هذه أبو خجيم، متى راح تنتهي استعدادكم لها وكذلك التحضير، الهدف أيضا من إقامة هذه البطولة؟ البطولة هذه مستعدتها أول سنة تقام. صحيح. وطبعا نشكر رأس لفان وبالأخص لجنة رأس لفان للتواصل الاجتماعي على دعمهم هذه البطولة. هي بدأت تاريخ 9، بدأت تاريخ 9 وتنتهي تاريخ 16 إن شاء الله بإذن الله. فيها شوط للصقار الصغير والصقار الواعد، وهذا يوم كامل
طبعا السجار الصغير يختلف عن السجار الواعد. ممتاز. طيب نعرف المعنى عن هذا وعن هذا. السجار الصغير من 7 سنين لين 10 سنين هذا بيكون له أسئلة عن أدوات الطير فقط. من 7 سنين؟ من 7 لـ10 سنين. إيه؟ هذا يكون له لجنة وتسأله عن أدوات الطير. مثل السبق، المنقلة، إيه؟ المخلاة، التلواح، الأمور هذه. ممتاز. أما من 11 إلى 15 سنة هذا لهم شوطين دعو يدعي يهد الطير. في شوطين، شوط لتبع الشاهين وشوط اللي هو للحر اللي هو القرموشة، قرموشة حرار والكوبج والوكل. أي. طبعا مسافته 200 متر المسافة. أي المسافة الدعو للسجار الواعد 200 متر. المسافة هذه هي المسافة الـ لا المسافة الرئيسية المسابقات 400 بس بما بس بحكم أن السجار من واعد. أي. وطيورهم يعني طيور اللي هو طيور السقاقير الصغار هذه مخلينها 200 متر. زين بالنسبة للمشاركين في أسئلة لهم، في اختبار قبل ما يشارك، ولا اللي بيشارك يحط اسمه ويشارك؟ لا لا خلاص دامنا مطابقة عليه الشروط والعمر. إيه؟ يجيب طيره ويشارك. إيه؟ الشروط إيش؟ الطير ما يطلع من الفئة اللي هو محددة يعني تبع الشاهين تبع شاهين. إيه؟ الحر اللي هو قرموشة الحرار ولا وكري ولا كوبج ما يتغير، يعني ما يجيب حر ويشارك به، لا هذه الفئة لها يعني أنتم محددين نوعية الطير، نوعية الطير اللي يشارك به. نعم. ولازم يتبعها. لازم يتبعها، هذا شروط، شرط، شرط من الشروط. إيه لأن فيها بعضهم مثلا جير الشاهين تبع جير شاهين هذا صغير لكن ما يعتبر من الفئة السجار الواعد. إيه. لأن طبعا أسرع من الطيور هذه ما تقدر تدخله. عجيب. معهم. عجيب. مدتها تقريبا أسبوع. أسبوع لأن بيكون يوم الجمعة ما قبل النهائي راحة لأن فيها تأهيل، هي من كل أشواط تأهيل. نعم. يتأهل منها 10 طيور فلازم قبل النهائي بيوم تعطي راحة عشان اللي تأهل يوم الخميس يمديه يجهز طيره وما تفوته يعني الفرصة. ممتاز. كم شلون شفت الإقبال على البطولة؟ أقبال كبير، تعدت 164 مشارك. 164 مشارك ما شاء الله. هذا كبير. هذا الصغار ولا شامل؟ لا الصغار. الصغار هذا غير الصغار. غير الصغار يعني هذا الصقار الواعد 164. لا 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 لا, لا. هذه الكبار. الكبار مجموعة الصقار الواعد لأن التسجيل في نفس اليوم. زي ما تحضرني الأعداد لكن تقريبا تعدوا 40 تقدر يعني تعدلوا 200 مشارك سواء كان في الفئة هذه ولا الفئة هذه. والله رقم مجموع أبو مبارك. وهي أول سنة يا أبو حجيم؟ لا أول سنة طبعا عندنا احنا صقار الواعد والصقار الصغير صار لها تقريبا من 5 سنين لكن كان عندنا في مسابقتين كانت في اليوم الوطني وفي مرمي اللي هو مهرجان قطر الدولي. ايه السنة البطولة هذه استحدثوا البطولة هذه وأضافوا من ضمنها الشوطين هذه يعني الحين للصقار الصغير والصقار الواعد بتصير لهم 3 مشاركات ما شاء الله في راس لفان وفي اليوم الوطني وفي مهرجان مرن. أي والجميل في الموضوع ما شاء الله. أي لا أنا أبغى أشوف أبو الهامر. أيه؟ ولا قطع كلامك بالنسبة للبطولات اللي مضت بالنسبة للصقار الواعد. نعم. شفت زيادة في العدد؟ يعني كان في إقبال؟ زيادة؟ شفت زيادة وشفت سقاقير الحين قدهم كبار كانوا مع النشر ما شاء الله ويشاركون في البطولات. هذا زين. نعم. لا هو الحقيقة الرقم يعني 204 تقريبا أو يمكن يكون ما أكثر من 204 مو بسهل. لا والله ما هو بدايتها في بداية الموسم أو أول بطولة أو ثاني بطولة تقريبا رقم كبير. الحين هم يطلبون شوط مستحدث جديد بعد يطلبون شوط نخبة حق الصغار ما شاء الله. إيه صحيح. إيه والله إيه يعني في لهم طلبات. احنا في شوطين بعد ما شاء الله في شوطين للنخبة في قطر اللي في اليوم الوطني وفي مرمي هذه هي تعتبر أقوى أشواط.
اللي هي شواط النخبة. النخبة هي الصغار وبو... لا 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 ولا الكبار. الكبار. الكبار لكن الصغار يبون شواط لكن النخبة. الفئات اللي تدش في هاي الشوط هي الشاهين والحر. الشاهين طبعا احنا ما عندنا الا شوط القرناص. اي والحر عندنا شوط الفرخ وشوط القرناص. فاقوى طيور تجتمع في هذا الشوط. ما شاء الله. ويكون صعب يعني شوط يعني ما ياخذ الا بطل صراحة. ما شاء يعني الله. وكلنا وشوط النخبة اللي في مرمي ميزة انه من الاول للثالث. من الاول؟ للثالث. فالكل يستعد حق النخبة اللي في مرمي. نعم. لا والله الحقيقة الرقم مفرح. يعني هذا دليل حرص أولياء الأمور على مشاركة أبنائهم في مثل هذه البطولات ونقول الله يوفقهم بإذن الله. ولكن الغريب في الموضوع أنهم يطالبون بعد بشوط نخبة. نعم إن شاء الله عليك. نعم ما شاء الله عليك. الله يوفقهم. نعم. الله يوفقهم. راشد سمطرهم. أيهم أقرب لك الحر ولا الشاهين؟ والله أنا رأي حر. الشاهين أكيد. الشاهين أشوفه عند الربع سبوق ولا مثله. أنا من خذيته ولا شريته أسبوع ولا ما ينفع كلش ما متخالف أنا وياه. لأن صقرت الشاهين تراها صعبة. صعبة. ما يصقر إلا واحد يعني الحر يتحمل منك كلش. طوفت عشاه وإن ما دعيته وإن على ما قال يتحمل لكن الشاهين فيهم فيسة. ألا مرة أبو ليلة يا أبو محمد وتعرف إن فيهم فيسة؟ شلون؟ أنا الشاهين إيه؟ ما نذكر الربع له يعني من الكلام مثل كلام راشد وقد سمعته يعني. ما شاء الله. أنه نحيس الشاهين. يزعلون عليك هالشواهين يا محمد. أنا أختلف وياهم. يزعلون عليك هالشواهين بجيك. لا بالعكس ما يزعلون. ليه ما يزعلون؟ تقول الشاهين نحيس. ما يزعلون طال عمرك إلا الفخر لهم هالشياهين. ليش؟ لأن اللي يسيطر على الشاهين ويصقره ويبلغ مبتغاه إيه؟ أما في صيد ولا في مسابقة هذا له الفخر. صحيح. والشاهين نسبق الطيور. الشاهين اللي عارف الشاهين إيه؟ طيب. الحر مثل ما قال الشاهين لا صرت صقار يعني راعي شاهين يغنيك من الطيور كلها. هذا عنده خبرة يقول ما يبرح يطير. لا ما عندي خبرة والله. من الربع مخالطة زين. أنت الآن تروح مع الحر مثل أنت تروح مع الحر ولا شيء؟ أنا مع الحر. إيه عشان أول طير نقلتها الحر. لأن الحرار مع الحرار ونشينا والشيبان كلها حرار. ما كانت الشياهين عندنا موجودة. لا لا والله عجيب. زين سالم أول شيء أنا بسألك حر ولا شاهين؟ كلها. لا تقول لي كلها. أنت أكيد أنك تميل حداها الشاهين. الشاهين ليه؟ الشاهين طير يعني أنا في اعتقادي أو في رأيي الشاهين طير هالقطر. طير هدد؟ طير هالقطر. هالقطر إيه؟ الشاهين طير هالقطر. أما في الوقت الحالي الشاهين أفود لي أنا كسقار. ليه وش معنى؟ لأن الشاهين أنا بفكه على كل شيء. على الوز، على الحمام، على طيور البحر، على الحبارة، على الكروان، على الأرنب، على أي شيء. موسم حسن. ما شاء الله. الشاهين قالوا الأولين قالوا الشيبان وممكن أبو محمد سمعها المقناص قرحة ودواها الشاهين. عجيب. هذه مقولة معروفة عند الشيبان. أما الحر، الحر في الوقت الحالي الحر معروف له وقارة. خليني أكون معك صريح. الحر له وقار. ما أنت تفاكه إلا على حبارة ولا على أرنب ولا على كروان. ما شاء الله. طبعا هذه في الوقت الحالي قلت. الحبارة يعني أبي أعرف. أنا أخذ طير وأصقر وأقنص الله نعين في السنة حبارة. حبارة. لكن الشاهين تدع على في كل وقت في كل صحيح. يوم. في كل يوم بعد. أنت الحين تقول تهدى على كلش وأنت تروح مع الحر. لا لا أنا أروح مع الحر لأن أنا متخالف أنا والشاهين. ترى أبو خجيم يتكلم على الوقت الحالي. إحنا عارفين يتكلم على الوقت لكن الحالي. لكن لو تكلمنا على وجه العموم. إيه. الأول والتالي. إيه. الأول خصوصا الأولين. طيب. الشيبان كلهم ما كان عندهم شاهين. نعم. كل حر. الناس اللي أنا عرفتهم الشيبان. حر. كل حرام. اللي عرفتهم. نعم. طيب. في البر وفي البلاد. طيب. مبارك أنت بعد عندك وجهة نظر. أنت مع الشاهين ولا مع الحر؟ أنا مع اثنين بس بعلمك ليش. لا لا تقول لي. لا لا لا, لا أنا عندي شيء اللي بقولك إياه. طيب أوكي أنت قل لي بس أنا متأكد إنك ميول لحداهم. أكيد الحر هو أقرب لكل صقار. الحر هو أقرب طير لهالقطر. أي في شلة تنقله في مجلسك. صح. يعني دوم الحر وياك. الشاهين الله يسلمك مثل ما قال أبو خجيم
هالقطار كلهم هالشاهين. صحيح. وهالحر، لكن الشاهين الله يسلمك يبي له واحد يداريه، والشاهين ما به نحاسه فيه، ترى الشاهين اسهل طير تصقره. شاهين. واسهل طير تعلمه وتبطله بها وتفكه. والله يتعلمه في اسبوع. زين. تاخذ وحش تفك قطابه في اسبوع خالص. ما شاء الله، وين نحيس يا ابو محمد؟ ما بنحيس. هذه بصره، بصره من الصقار. بصره طيب. طريقه. لكن على وجه العموم أي. ودك تسكر حر وشاهين. ولا شيء. ولا شاهين، طيب. هذه طبعا وجهات نظر، لكن انا اشوف انهم انه في انصاف بين هل الشواهين وكذلك هل الحرار. هل الحرار. بس الشاهين طيب. الشاهين مشكلته يعني بعضهم مثل يقول لك قل الصيد، انك لا قيضت الشاهين ما يخلص الا متاخر، والاول حتى لشليته في شهر 12 ولا في شهر 1 توه صاك موسى وغاسل الطير، تقنص بكراوين ما شاء الله وتصيد بكراوين واجد، لكن الحين قل الصيد فغدا هاي. فالناس فكروا في الطيور المهجنه، قاموا يقنون الجير ويقنون ذي انه يخلص بدري، يدع كراوين اول صفري اول وقت جاهز حق حباره، يعني كل شيء وكل طير يعني له مميزاته، سواء كان الحر ولا الشهين ولا الجير. احنا نقول فالهم التوفيق باذن الله في هذا الموسم هالطيور، وخلونا ايضا نروح لابو محمد وسالفتنا اللي تعودنا عليها في كل حلقه. الحلقه الماضيه عن شاعر. اي الحلقه الماضيه عن شاعر. طيب. نعم. واللي قبله كان عن شاعر. شاعر قبل شاعر مره على اساس ننصف الشاعرات، لانه كان فيه شاعرات طال عمرك قديمين بالعصر الماضي، وكانوا يعني لا يقولون في شعرهم عن الشعراء، وانتشرت قصايدهم، وحن دائما نتكلم عن اكثر ما ينتشر مع الناس من القصايد. القصايد اكثر ما ينتشر ويحفظونها الناس قصايد المعاناه. صحيح. دائما يعني، وشعره اللي بنتكلم عنها الاسبوع ذا نوره الحوشان الرشيدية. نوره الحوشان انشرت قصيدة من قصائدها وهي شاعرة، وكانت في زمنها يعني من الشاعرات، وانتقل قصيدها أبو ثامر ولا ما هو أنت للربع ولا تصغر للناس التالين ولا زالوا يحفظون قصائدها. نوره الحوشان لها سالفة يعني سببت قصيدتها اللي بنذكرها في الحلقة. نعم. نوره الحوشان خذها رجال زوجها على سمعتها وسمعة أهلها، وجلس معها مدة. الرجال هذا كان غضوب، كان يزعل بسرعة. كان يزعل بسرعة، أي شيء يزعله. وكان له مزرعة قريبة من البلد، لأنه كان ساكن مع أهلها في نفس البلد. أي. كانت بلدة بعيدة من يعني في البر، وكان له مزرعة. المزرعة دي تبعد عن البلدة دي حوالي 3 كيلو أو 4 كيلو، وكان بيته داخل المزرعة، وكان يزرع في المزرعة دي نخل وخضار يعني، وما أظهرت الأرض مرزاق الله سبحانه وتعالى يزرع، لكن أكثر عمود زراعته كان النخيل. ما شاء الله. نعم نعم، كان مزارع. وجاب نورة وسكنها، نورة الحوشان سكنها معه في بيته، وكانت تساعد رجالها وتخبر من الأول. سقوا المزارع كان بسواني من البيض. إيه. يعني ما فيه مواطير. صحيح. اي كان ذا الحين راحة. اي بالله. لكن من الأول كان سواني وكان متعب سقو، فكانت تساعد رجالها وتساعد رجالها في الزرع وفي كل شيء، وكان عندهم حلال، كان عندهم مثل ما تقول معزة وما شابه ذلك. فوقت المرابيع كانت، لأن المزرعة كانت في بر بعيد من البلدة دي، هذا الزمان يعني الكلام قبل الشوارع وقبل السيارات وقبل ما شاء الله يعني، فكان البر يعني خالي وقليل الناس فيه، فكانوا يربعون قريبا من المزرعة إلى اخضرت الأرض وجاتهم الأمطار وجلست إلين جابت عليه 3 بزران مع السنوات، وجاء عليها 3 بزران. الرجال مثل ما ذكرنا في بداية الحديث كان فيه عذروب الزعل يثور. نعم. يزعل، وكل ما زعل عليها طلقها. فطلقها المرة الأولى وراحت عندها لها زعلانة واسترجعها. مضت الشهور
بعد زعل عليها على شيء بسيط وطلقها وراحت عند أهلها ورجعها في العدة. المرة الثالثة حصل بينها وبينها شيء بسيط يعني طلقها. وهذه من العذاريب في بعض الناس يعني إنه إلى زعل مع زوجته وذا يرمي عليها يمين الطلاق. صحيح. مفروض يعالج الأمور غير هذا. شوف العبرة اللي وقع فيها زوج نوره الحشان، وهذه من الشيطان ترى، من حركات إبليس، أعوذ بالله من إبليس. اللهم المرة الثالثة زعل عليها وصار بينها وبينها مشكلة بسيطة وطلقها، فحرمت عليه. أي. وراحت عند أهلها وهي حزينة، وهو عقب ما راحت الزعلة حزن ورضي حزن، كان وده بمرته، لكن الرجال له سأل الشيخ قال له خلاص حرمت عليك إلا بعد زوجين ثاني. صحيح. فتمت، قعد هو في المزرعة في البيت اللي في المزرعة، وتمت كل يومين كل ثلاثة تروح، وإذا قبلت على المزرعة شرفت فرس ذاك الرجم رجم من قريب، ولا تقدر تروح المزرعة، حرمت عليه. صحيح. فتقول للعيال روحوا لأبوكم سلموا عليه، يروحون يقعدون عنده ساعة ساعة ونص، ويعطيهم من اللي هو يعطيهم من النخل ويعودون لهم، وهذه طريقتهم. مضت الشهور، فيه رجال في نفس البلدة ذي سمع بها أنها تطلقت نوره، وكانت من الحريم اللي كل واحد يتمنى أنه يأخذها، فراح وخطبها وتزوجها وشلها مع عيالها لبيته، عيالها صغار 9 سنين وسبع سنين وست سنين، بنيتين وولد. وكان على العادة، عادتهم الأولى، كل ما 3 أيام 4 أيام تروح على عادتها الأولى وتشرف على الرجم، والعيال يروحون للمزرعة لوالدهم. صحيح. وعلى نفس العادة. والقلب، القلب، القلب من الله سبحانه وتعالى، محل المحبة. صحيح. المحبة من الله ما يملكها الإنسان. فشرفت يوم من الأيام على رأس الرجم رجمها، وتذكرت الأيام، والعشرة صعبة. صحيح. العشرة صعبة، فتذكرت ذيك الأيام ومع رجالها وكيف كان، فقالت قصيدة، قصيدة مشهورة. يا سلام. تقول يا عين هلي صافي الدمع هلي، هلي ولي انتهى صافي هاتي سريب، سريبة يا عين شوفي الزرع خلك وراعيه، شوفي معويده وشوفي قليب. يا سلام. من أول براي دايما مالي، واليوم جيتهم علينا صعيبة، سريبة. ومرني بالدرب ما أقدر أحاكيه، مصيبة يا كبرها من مصيبة، اللي يبينا عية النفس تبغيه، واللي نبي عية البخت لا يجيب. شوف تقصد الرجال الثاني لما حبتها الرجال الأول. صح الله الجزاء. وسلامتك طال عمرك السامعين. هذا السالفة الطيبة، والعشرة ما تهون على أحد يعني. ما في شك، ما في شك. أي والله ما تهون، ما في شك. بيض الله وجهك يا محمد. وحنا أيضا مع هذا السالفة والقصيدة وصلنا لختام حلقتنا لهذا الأسبوع مشاهدينا ومستمعينا الكرام. شكرا للشاعر والإعلامي القدير علي بن رحمة بيض الله وجهك أبو محمد، وجهك يا أبو، وكذلك الشاعر والإعلامي راشد بن جميل بيض الله وجهك على حضورك يا راشد وما قصرت، وأيضا نشكر الصقار عبد العزيز العلي بيض الله وجهك أبو العزيز مبارك عسى عمرك طويل، والشكر أيضا موصول لمشرف بطولة رأس لفان سالم نخجيم بيض الله وجهك أبو خجيم على حضورك، والله يقويكم. آمين. الله يجزاك خير. قال الله يسلمك. إذن مشاهدينا الكرام، تقبلوا مني ومن فريق العمل أجمل تحية، وإلى أن نلتقي معكم بإذن الله الأسبوع المقبل، نترككم برعاية الله وإلى اللقاء.